أصيبت سيارة كانت تستقلها ماريا في هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف قيادياً بحركة الجهاد الإسلامي في غزة عام 2006. قتلت والدة ماريا وأصيبت هي بالشلل، ولم تعد تستطيع التنفس إلا من خلال جهاز متصل بجهازها التنفسي من فتحة في رقبتها. لكن حالة ماريا ربما تتحسن بعض الشيء بعد أن أجرى لها الطبيب الأمريكي مارك جينزبرغ جراحة دقيقة لتتمكن من التنفس من دون الاعتماد على الأجهزة المساعدة. بشكر الدكتور إنه وقف جنبي وإن شاء الله إنه تنجح العملية معي عشان أعرف الشم وكل إشي. كانت الطفلة قد نقلت بعد إصابتها إلى إسرائيل للعلاج، وتقيم حاليا في بلدة أم الفحم مع والدها وأخيها الثاني. كتير يعني هذا حينول لي طريق لحاجات كتيرة، اللي هو الدكتور بالعملية تبعته هذه اللي هو اليوم بعملها لعدة أشخاص عملها وتمت بنجاح. الطبيب الأمريكي وصل إلى القدس لإجراء الجراحة في مستشفى هداسة، وذكر أن العملية تهدف إلى إعادة جهاز الطفلة إلى العمل بصورة أقرب ما يمكن إلى الوضع الطبيعي. مشكلة ماريا هي أن مركز التنفس في المخ ليس متصلاً بحجابها الحاجز. مخها سليم وعقلها رائع، لكنها لا تستطيع إصدار أمر بالتنفس. هدفنا هو تركيب جهاز منظم يتخطى الوصلات الكهربائية التي تنقل إشارات المخ إلى الجهاز التنفسي، وسوف يمكنها ذلك من الاستغناء عن جهاز التنفس الصناعي، ويسمح بإزالة الأنبوب المتصل بقصبتها الهوائية، وسوف تتمكن من الكلام على نحو أفضل. وصرح الدكتور جينزبرغ بعد العملية أن الجراحة كانت ناجحة، لكن فعاليتها في تغيير حالة ماريا لن تتضح إلا بعد أن تعتاد الطفلة على طريقة التنفس الجديدة في غضون 6 أشهر.